اتفضل يا استاذ رياض المنفلاطي. جرى ايه يا ابني؟ انت بتفكر كده ليه ده؟ ترى كده كدبك الامتحان ما جاش صعب. مفيش حاجة صعبة عليا. نقيب من ولد كل ثانوي، عنيد لدرجة نقيب. ولا ايه يا عم وحيد يا سيدي؟ ما احبش الامتحانات. انا اول ما جت ورقة الامتحان يا استاذ فتحي صدعني ما كتبتش حاجة. الله اكبر عليك. انا مش عايز اغني، انا عايز اغني. انا عربي ورافض صمتي كاتب احساس دوالي، والشعب العربي يكسب فينا روحي وطوالي. قول لهم انت يا عم كمال يا شناوي. انا سعيد اني متواجد في قلب هذا المدرج، وبحب اني زي ما اتكلمت يا دكتور عبد الناصر في احداث الفتنه الطائفيه في الزاويه الحمراء لما غسيل من بلكونه مواطن وقع على بلكونه مواطن اخر ويظهر ان الميه ما كانتش ولا بد. اشاعات يصوروا للعالم ان في مصر فتنه طائفيه. يا دكتور عبد الناصر، الناس اللي بتشتكي من الامتحان انا بحذرهم جميع. في ناس بتنفخ في النار يا دكتور عبد الناصر. يا بنتي يا ام المريه لا تخلي ترى يا شمس هلا رايك ولا لو قلت عنك في غزل اولى يا ملا عليا ولا مسمح لي